اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه العربيه والدوليه، ولكن بعد اهم العناوين. من موقع الهيئة نت، ارتفاع عدد ضحايا التظاهرات في محافظات بغداد والبصرة وذي قار إلى 12 قتيلا. من صحيفة المدى، التربية تقلص عطلة نصف السنة وتفعل نظام المحاولات. من صحيفة الشرق الأوسط، احتدام العصيان المدني في العراق على وقع الرصاص. من العربي الجديد، انتفاضة لبنان، قطع للطرقات بعد اعتداء مناصري حزب الله وأمل على المتظاهرين. من صحيفة البصائر، هيئة علماء المسلمين توزع المساعدات الإنسانية للعائلات المتعففة في نينوى. ومن القدس العربي، وزير الخارجية الصيني، هونغ كونغ جزء من الصين مهما يحدث في الانتخابات. وأخيرا من العرب، اللندنية العراقيون يرفضون نظاما سياسيا مبنيا على الطائفية. عن ثورة تشرين وضرورة صمود الثوار في صحة العراق، كتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية: ما نفع سياسة القمع والقتل والاغتيال وتفجير المفخخات وإيقاظ الأحقاد الطائفية النائمة وتبني خونة أوطانهم الفاسدين الجهلة المتخلفين وتسليطهم على الشعب العراقي؟ وما نفع إغضاب ملايينه الصابرة الشيعية قبل السنية والعربية قبل الكردية والتركمانية والمسلمة قبل المسيحية، وجعلها تترقب الساعة التي ترى فيها نهاية الظلم والظالمين؟ سؤال آخر: كم يبلغ عدد الموالين لنظام القتل الإيراني في العراق؟ أليسوا في الجسد الوطني العراقي الأبي الأصيل فئة ناشزة ونقطة في بحر؟ إذن وبعد رحلة مضنية دامية طويلة قطعها نظام الشاه الإيراني الجديد من طهران إلى بغداد ومنها إلى دمشق وبيروت، وأنفق عليها سيولاً من دماء الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين وغيرهم وأطناناً من الدنانير والتومانات والدولارات، حان وقت عودته على أعقابه منتوف الريش مكسور الجناحين. إن لم يكن اليوم فغدا، وإن لم يكن غدا فبعد غد، فلكل بداية نهاية ولكل ذهاب إياب كلمة أخيرة. مثل ما حدث للمنتفضين الإيرانيين في الأيام الأخيرة، سوف يحدث لإخوتهم المنتفضين العراقيين إنهم تراجعوا أو تكاسلوا أو صدقوا وعود الغادرين. يقول الكاتب: من أجل سلامتكم وخلاص شعبكم ووطنكم يا ثوار شهر تشرين الفضيل، اصبروا وصابروا فأنتم الغالبون. قد تردد صدى هذه الهوية العراقية الجديدة في شعارات تظاهرات تشرين الحالية، فكان المتظاهرون يتوشحون العلم العراقي ويرددون النشيد موطني، بالإضافة إلى ترديد الشعارات مثل إخوان سنة وشيعة هذا الوطن منبيعة. عن هويات ثورة تشرين كتب فراس ناجي في صحيفة المدى: إلا أن جماهير الشعب العراقي لم تغفر للقوى السياسية المكوناتية التي فشلت فشلا ذريعا في بناء الدولة وتقديم الخدمات الأساسية وقادت العراق إلى الخراب، خاصة بعد انهيار نظام ما بعد 2003 في حزيران 2014 عندما احتلت ثلث مساحة العراق وتقسم العراق عمليا إلى ثلاث دويلات متحاربة ذات أجهزة أمنية وجيش ومؤسسات دولة وبرامج تعليمية مختلفة عن بعضها. فبدأت حركات احتجاج شعبية منذ 2011 تنادي بالإصلاح ومحاربة الفاسدين، كما بدأت بتكوين ملامح هوية وطنية عراقية جامعة عابرة للطوائف والقوميات ومعارضة للطائفية والفساد،
ومن رحم هذه الحركات الاحتجاجية الشعبية بدأت الحركات الاحتجاجية الشبابية بالظهور، مثل تظاهرات البصرة في 2018 والتي تميزت بكونها أكثر راديكالية من الاحتجاجات الأم بعنفيتها ومعاداتها الصريحة لأحزاب السلطة الطائفية ولتدخل إيران في الشؤون العراقية. أما في تظاهرات تشرين الحالية فلم يزداد زخم دور الشباب القيادي فيها فحسب، بل تأصلت فيها مطالب الشباب في إنهاء دور أحزاب الإسلام الشيعي المتحكمة في المشهد السياسي العراقي منذ 2003، بالإضافة إلى توسع قاعدة الاحتجاجات الشعبية لتشمل العاصمة بغداد ومدن جنوبي العراق الأخرى وشرائح أخرى من المجتمع العراقي لم تشترك في حركات الاحتجاج السابقة. من الواضح أن ملامح الهوية الوطنية العراقية الجامعة التي عكستها تظاهرات تشرين لم تحدث بصورة فجائية، بل هي تحولات في الهوية الوطنية العراقية نتيجة عملية بناء ثقافية مستمرة كما يقول الكاتب. عن الدولة الوطنية من بيروت إلى بغداد كتب سام منسي في صحيفة الشرق الأوسط: تحركات شعبية قوامها شابات وشباب جاءت مطلبية في ظاهرها، لكنها تحمل في طياتها مطالب سياسية تشكل عناوينها صورة الوطن الذي ينشدون. انتفاضتا بيروت وبغداد جاءتا كمفاجأة، لا سيما بالوعي الشبابي الذي أفرزتاه وبتغيير الصورة النمطية التي كانت سائدة عن البلدين لجهة غلبة الانتماءات الفرعية على الانتماء الوطني الجامع. فكانت المطالبة ببناء دولة مدنية حديثة وإجراء انتخابات مبكرة خارج القيد الطائفي. اللافت أن أدبيات هذا المؤتمر كما مداخلات ومواقف المشاركين فيه من شخصيات مسيحية وإسلامية وثقافية وأكاديمية واجتماعية وسياسية وإعلامية من مختلف البلدان العربية عكست كمرآة مطالب هذه الانتفاضات الشعبية، وذلك من خلال مقاربة ظواهر ثلاث طغت على الأحداث التي شهدتها المنطقة في العقد الأخير: ظاهرة التطرف والعنف الإرهابي وخيارات المكونات بين أطروحة الانطواء على الذات الدينية أو الطائفية وتحصينها بتحالف أقليات، وأطروحة اندماجهم في بلدانهم ومنطقتهم وحمل قضاياها بالشراكة مع مواطنيهم، وأزمة الدولة الوطنية في المنطقة العربية. لذلك جاء مطلب قيام دولة وطنية مدنية حديثة لدى المنتفضين ليجسد مجموعة من المطالب، لعل عمورهم الفتي لم يسمح لهم بعد ببلورتها أو أقله بالتعبير عنها. الانتقال من حالة الجماعة إلى حالة المواطن الفرد في دولة مدنية دستورية تؤمن حقوق الفرد وتحترم الحريات. إن تحقيق هذه المطالب يتطلب السير في طريق صعب، لكن ما قد يسهل أو يسهل من صعوبته هو تجديد مفهوم العروبة انطلاقا من قيم المساواة والمواطنة والحق في الحياة الكريمة وإسقاط تعريفاتها القومية السابقة كما يرى الكاتب. لسان حال المنظومة المتسيدة والمتصدعة في لبنان واحد حيال الانتفاضة الشعبية، هي منظومة الهائمين على وجوههم بامتياز جراء انفجار التناقضين السياسي والاقتصادي في نفس الوقت، لكنهم ما زالوا في قصورهم ولن يسلموا مفاتيحها بسهولة. مقال للكاتب وسام سعادة في صحيفة القدس العربي. أن لا تفرز الانتفاضة قيادات وهيئات تنسيق أو تنطق باسمها، فهذا اتخذه خطاب أهل الشوكة والثروات الكبيرة للقذف ضد الناس والطعن بالمسار الثوري. هذا في وقت ليس من المألوف فيه أبداً في تاريخ الثورات أن تنبثق قيادات واضحة لها قبل مضي أشهر طويلة، إلا إذا كانت الثورة مرتكزة على انقلاب عسكري، في حين يطالب أصحاب
الثروة المتظاهرين باختيار ممثلين عنهم، فإنهم يطالبونهم بما يقوم الاحتجاج مرة بمناهضته، وهي فكرة الموكل والموكلين، ومر بالتطلع إليه من وكالة جديدة معطاة لبرلمان جديد منتخب بشروط الانتفاضة والثورة. لا يلغي ذلك البتة أن الحدث الانتفاضي الشعبي اللبناني يواجه الإشكالية نفسها التي تعترض كل الحركات الاحتجاجية والانتفاضية في عالم اليوم، وهي إشكالية التحسس من أي انبثاق قيادي ومن أي محاكاة لثلاثية القائد والطليعة والجماهير التي طبعت تاريخ الثورات في القرن الماضي. هذا التحسس هو في جزء منه احتجاج عميق على حكم التمثيل، أي احتجاج على فكرة أن المنتخبين ينالون من الناخبين وكالة على غرار الوكالات التجارية، ناهيك عن التفويض الكارثي حين يطلبه زعيم شعبوي لتقويض مرجعية صناديق الاقتراع. يكمل الكاتب بالقول: يبقى حيز واحد، التفاوض بين الانتفاضة وبين حزب الله، وهذا لن يكون واقعيا إلا بعد أشهر من مواصلة العمل الانتفاضي بشكل تراكمي، لكن هذا إذا حدث يعني أن النظام بالفعل سقط، بحيث أن التفاوض الوحيد الممكن سيكون مع ولي أمر النظام. متى سيندلع الحريق مع إيران؟ وهل سيعلن الرئيس دونالد ترامب الحرب مباشرة معها؟ ربما تحدث اللحظة هذه حسب مجلة بوليتيكو في الأشهر المقبلة، عندما يشعر الرئيس بضغط تحقيقات الكونغرس معه. وفي التقرير الذي أعدته ميردث ماكغرو التي قالت إن بوتقة العنف والتوتر تغلي بشكل تلفت انتباه الرئيس ترامب والذي يقاتل من أجل النجاة بواشنطن، وقد تكون الحرب مبرراً لحرف النظر ولكنها ستكون خطيرة ويتم إخراجها لحرف النظر، خاصة أن الاحتجاجات تنتشر في عموم الشرق الأوسط بشكل تجلب التوتر الطويل بين الولايات المتحدة وإيران إلى حالة المواجهة في وقت سيواجه فيه ترامب المحاكمة معه بالكونغرس. ففي لبنان والعراق وإيران خرجت تظاهرات معارضة في جزء منها لإيران، وتتهم هذه بتخريب ناقلات نفط في منطقة الخليج، وسيجد ترامب نفسه مندفعا نحو عمل ضد طهران لو قتلت المتظاهرين، كما اقترب من العمل العسكري بعد إسقاط طهران طائرة تجسس أمريكية بداية الصيف. وترى المجلة أن ما يحدث يخلق لحظة محورية للسياسة الأمريكية بالمنطقة، ولكن ما يجري لم يثر انتباها كبيرا في الولايات المتحدة إلا بقدر، حيث يخشى خبراء السياسة الخارجية من كل الأطياف استنفاذ الإدارة والكونغرس جهودهما في محاكمة الرئيس. بدأت الإدارة في الأيام القليلة الماضية بإثارة الانتباه حول التظاهرات في المنطقة، وقالت إن زيارة نائب الرئيس مايك بينس إلى العراق شملت على مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لمناقشة التظاهرات بحسب المجلة. التغيير جزء أصيل من طبيعة الحياة، والأنظمة المستبدة لا تمتلك الآليات لتغيير سلسة، وحتى النظام الديمقراطي شكلا في لبنان والعراق تم تعطيل آلياته الديمقراطية عبر التقاسم الطائفي في لبنان وعبر تحكم إيران في العراق. مقال للكاتب سمير سعيفان في صحيفة العربي الجديد. يستنتج العقل التآمري للنخب العربية الحاكمة أن المظاهرات المليونية المطالبة بتغييرها إنما هي مؤامرة مدبرة من السفارات، وثمة قصص مضحكة كثيرة في هذه الاتهامات، وأقل ما يمكن قوله في هذه الاتهامات إنه من الاستخفاف العلمي اتهام انتفاضات مليونية بأنها مؤامرات مدبرة من سفارات أو من الخارج أو بتحريض جماعات سياسية أو ما شابه من حجج تقدمها الحكومات والنخب الممسكة بالسلطات.
كي تخفف بذلك من مسؤوليتها وتبرر فشلها، وإن كان ثمة مؤامرة فهي أقرب إلى وصول هذه النخب الفاشلة إلى السلطة. وإذا كان المشهد اليوم قد شمل الجزائر وتونس وليبيا ومصر وسوريا ولبنان والعراق واليمن، أي شمل جميع البلدان العربية التي استولت بها نخب عسكرية على السلطة خلال فترة الحرب الباردة، بينما لم يصل الربيع العربي إلى البلدان ذات الحكم الوراثي مثل دول الخليج والأردن والمغرب. النظام الديمقراطي في لبنان والعراق تم تعطيله عبر التقاسم الطائفي في لبنان وعبر تحكم إيران بالعراق. يقول الكاتب: كسر الأنظمة في العراق ولبنان التي فات أوانها هو السبيل الوحيد، وكسرها يحدث ضجيجا كثيرا وأحيانا الفوضى والتهديم. قال رئيس شركة تسلا إيلون ماسك إن الشركة تلقت حوالي 150 ألف طلب شراء حتى الآن لشاحنة سايبر تراك التي تم الكشف عنها مساء الخميس. وقد شهد إطلاق شاحنة سايبر تراك فضيحة في حفل الافتتاح عندما تحطمت نوافذها الزجاجية المدرعة، وكان ماسك يهدف إلى تصميم أقوى أو إلى تصميم أقوى من تصاميم الشاحنات السائدة، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق عندما تحطمت نوافذ سيارة تسلا الجديدة أثناء اختبارها. وطغى هذا الخطأ على حفل الإطلاق الذي تم بثه مباشرة من لوس أنجلوس. إلى الكاريكاتير. في الختام شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.